بسم الله الرحمن الرحيم. كم كلامنا عن الاتحاد الأوروبي. الخصائص الطبيعية للاتحاد: يمتد الاتحاد الأوروبي على مساحة تزيد عن 4,475,000 كيلومتر، أي تشكل مساحته 42% تقريبا من مساحة أوروبا. تتباين مظاهر السطح في دول الاتحاد الأوروبي بين سهول وهضاب وتلال. لو أمعنت النظر في خريطة القارة الأوروبية هتلاقي ان السلاسل الجبليه اهمها جبال الألب اللي فيها اعلى قمه في الاتحاد، وهي جبل مونت بلانك. جبل مونت بلانك يقع بين فرنسا وايطاليا. السهول موجوده خاصه السهل الشرقي، وهو حيث السهل الاوروبي العظيم. اما من حيث التلال والهضاب فهي تمتد في جنوب غرب ايرلندا وكذلك في بلجيكا وفرنسا. اما البحيرات موجودة عندنا في فنلندا السويد، حيث أكبر بحيرة في أوروبا. لو حبينا نتعرف على الأنهار هنلاقي أهمها نهر الدانوب اللي بينبع من ألمانيا ويجتاز دول الاتحاد بطول حوالي 1600 كيلو متر. المناخ والنبات: يتأثر مناخ الاتحاد الأوروبي بوقوعه في درجات العرض الشمالية، حيث يوجد في تقريبا المناخ او المنطقه المعتدله الشماليه، واللي بتتاثر بالرياح الرطبه وهي الرياح الغربيه السائده. اربع انواع من المناخ بتسود فيه: مناخ البحر المتوسط في الجنوب، ومناخ غرب اوروبا، ومناخ وسط اوروبا، والمناخ القاري في الشمال. ونتيجه لذلك بتتنوع الاقاليم النباتيه، لان التنوع المناخ يعني تنوع النبات زي ما قلنا. الاقاليم الموجوده النباتية: إقليم غابات البحر المتوسط، إقليم غابات صنوبرية، إقليم الغابات النفطية، وإقليم التندر. لو حبينا برضو هتركك عزيزي الطالب تبص شوية على الخريطة. زي ما احنا شايفين جبال أورال، وكذلك مرتفعات الفولجا، المرتفعات الروسية الوسطى، السهل الأوروبي الشمالي، وجبال فوج، وجبال البرانز. طبعا جبال البرانز تفصل بين إسبانيا وفرنسا. عندنا كمان جبال الألب، وجبال الكربات، جبال ترانسلفانيا، جبال القوقاز، بحر قزوين، البحر الأسود. دي بعض المظاهر الطبيعية الموجودة. الخصائص البشرية للاتحاد الأوروبي: 520 مليون نسمة على حسب إحصاء عام 2017. يبلغ معدل الكثافة 114 نسمة لكل كيلومتر، ومع ذلك بترتفع الكثافة السكانية في بعض المناطق بتبلغ حوالي 300 نسمة في كل كيلومتر. مثال المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا. يشهد سكان الاتحاد الأوروبي نمو بطيء مقارنة بدول العالم، وده طبعا راجع لسببين: السبب الأولاني تحديد النسل، والسبب الثاني تأخر سن الزواج. ويتوقع أن تشهد كثير من البلدان انخفاض في عدد سكانها في العقود القادمة، لكن بيعول الاقتصاد الأوروبي على انضمام دول جديدة. هذه الدول ممكن أنها تزيد من عدد السكان في الوقت القادم. أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، 80 مليون نسمة، في حين أن مالطا أصغر دولة من حيث عدد السكان، نصف مليون نسمة، وده راجع طبعا للمستوى المعيشي المنخفض الموجود في مالطا. أما معدل المواليد في الاتحاد الأوروبي فهو منخفض، يبلغ حوالي 1.6، وأعلى معدل المواليد في أيرلندا 16 مولود لكل 1000 من السكان. ولدى ألمانيا أقل معدل مواليد، وهو 8 مواليد لكل 1000 نسمة سنوية. الثقافات بتتنوع بشكل كبير جدا في الاتحاد الأوروبي، إذ في 23 لغة رسمية طبعا تتسيدهم اللغة الإنجليزية. الدين الرئيسي في الاتحاد هو المسيحية، ومع ذلك يوجد الإسلام بنسبة 5%. يعد الأوروبيين من أكثر الشعوب المتعلمة، نسبة التعليم 90% في سكان أوروبا. الاقتصاد هو آخر حاجة معانا. الاقتصاد الأوروبي بيتميز بأنه من أهم التكتلات الاقتصادية الموجودة في العالم، وأكثرها اكتمالا ونضجا. فقد تعدى هذا التكتل الاقتصادي مرحلة منطقة التجارة الحرة والاتحاد البنوكي. والاتحاد الأوروبي يحقق سنويا حجم تجارة خارجية يصل بحوالي 1150 مليار دولار، يعني يستحوذ على أكثر من ثلث التجارة العالمية.
أما من ناحية أخرى التكتل الاقتصادي الأوروبي الأكبر دخلا في العالم هو الاتحاد الأوروبي ب 7000 مليار، كما يعد التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر سوق داخلي ويمثل قوة إنتاجية كبيرة جدا جدا. يشمل إنتاج الاتحاد سيارات، الآلات، الطائرات، الفولاذ، الصناعات الخدمية مثل الصناعات المصرفية وكذلك الرعاية الصحية وأهمها. وطبعا احنا عارفين ان الرعاية الصحية ممتازة جدا في الدول الأوروبية. كده يكون هنا كلامنا عن الاتحاد الأوروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.